اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، يا جند العقيدة، يا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، تشتد الأزمات وتتوالى النكبات وتتعاظم المصائب والنوائب وتحيط بنا الكروب والخطوب، ويوما بعد يوم دائرة الحصار والنار تضيق على هذه الأمة، ويوما بعد يوم أسراب الذئاب والكلاب تتنادى من كل حدب وصوب أن هلموا على هذه الفريسة المستضعفة المرمات على الأرض الطريحة التي تنازع حالة موت سباتي. فإنها سهلة المنال، لا يوجد ضريبة ولا ثمن لمن يريد أن يستأثر منها بحصة أو أن يأخذ منها قطعة. وهذه الأمة وهي بين حلقات الحصار والنار والدمار والانكسار، وهي تعاني افتراس أسراب الذئاب والكلاب لها، تتململ، تظهر منها ردات فعل تنبئ أنها ما زالت في الحياة وأن أمامها فرصة لكي تنهض من سبات وموت وتقف على رجليها وتحمي حمارها وذمارها وترد عنها هؤلاء الغزاة المتوحشون الطامعون. ولكن كلما ألم بها حالة من صحو، أي بهذه الأمة، وكلما ظهرت منها بوادر حياة، وكلما اضطربت تنبئ أنها تريد النهوض والوقوف، تشل حركتها وتقيد أطرافها وتمنع من أن تتحرك أو تتزحزح من مكانها. وما ذاك إلا لأن أعضاء هذه الأمة وهم أبناؤها لم يتعلموا من كل ما يجري من حولهم، فيتكاتفوا ويتماسكوا ويتناغموا ويتفاهموا وينسجموا حتى يصبح كل منهم يأخذ دورا من دور أعضاء هذه الأمة حتى تنهض بجسدها العملاق. فمنهم من يأخذ دور العين، ومنهم من يأخذ دور السمع، ومنهم من يأخذ دور اللسان، ومنهم من يكون اليد الضاربة، ومنهم من يكون الأخرى العاملة، ومنهم من يكون الرجل التي تسعى، ومنهم من يكون القلب الذي ينبض، ومنهم من يكون الدم الدفاق، ومنهم ومنهم ومنهم، فتنهض الأمة من جديد. يا عباد الله، يا عباد الله، كل النكبات وكل المصائب وكل دوائر الحصار والنار وكل الأسراب المستعدية على هذه الأمة لا يمكن أن تفعل شيئا ويبطل مفعولها وترتد على أعقابها بشرط واحد أساسي،
شرط واحد لا ثاني له، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة كثير من التحذيرات، ووضع هناك إشارات حمراء في مسار الأمة ومسيرها عبر طريقها الطويل، وضع إشارات حمراء لا يجوز تجاوزها، فإذا ما تجاوزتها الأمة جنت على نفسها ولم يجني عليها أعداؤها. من أبرز وأهم هذه الإشارات أيها الأحبة أمران اثنان واضحان كانا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها وتفاخرها بالآباء، بالآباء، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. حالة التفاخر والتعاظم بالنسب والقبيلة والعشيرة والأسرة والمنطقة، هذه تولد حالة من انغلاق بين أبناء الأمة، تتطور فيما بعد لحالة مواجهة ومجابهة بين أبنائها، إلى حالة تصارع وتنازع بين أبنائها. لذلك يوم اختلف اثنان من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دور السقيا على بئر ماء، فتى من الأنصار وفتى من المهاجرين، هذا يقول أنا أسقي أولا وهذا يقول أنا أسقي أولا، فاختلفا وتصارعا، فصاح المهاجري يا للمهاجرين، وصاح الأنصاري يا للأنصار، فحملوا السلاح والصفوا بوجه بعضهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغضب، احمر وجهه وانتفخت أوداجه، وهو يقول: وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، إن الشيطان قد يأس أن يعبد في الأرض بعد الآن ولكنه رضي بالتحريش بين المؤمنين. الشيطان يأس أن يعبد في الأرض بعد الآن، أي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فما المقابل الذي سيعمل عليه الشيطان؟ التحريش بين المؤمنين في مجالات العمل، في مجالات العصبيات والقبليات والأسريات، في مجالات التنافس، في مجالات حتى خدمة هذا الدين. فتجد هؤلاء يخدمون الدين وهؤلاء يخدمون، يتنافسون، ثم يتحول التنافس الشريف إلى تنازع مذموم، فيخطئ بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا، ولكنه رضي بالتحريش بين المؤمنين. الإشارة الثانية الواضحة على مسار ومسير الأمة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا، كفارا، إن التنازع وإن التصارع وإن الاقتتال وإن الكراهية ليست من شيم أبناء أهل الإيمان، ليست من صفات الموحدين المسلمين المؤمنين الصادقين. إن التنازع والتنافس والاختلاف والاقتتال هو من صفات الكفار، فنسبها النبي إليهم، قال: لا ترجعوا من بعد كفارا، أي تحملوا صفات الكفار، أي تحملوا نعوت الكفار، أي تظهر فيكم أخلاقيات الكفار، أبرزها: يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب البعض البعض، إنه أمر خطير جلل أيها السادة.
لذلك أقول هذه الأمة لا يعوقها عن النهوض ولا يمنعها من الاستيقاظ ولا يشل حركتها عن التغيير سوى ما يجري في داخلها أيها الأحبة وما يجري من أبنائها. وأنا أستغرب كل الغرابة وأندهش كل الاندهاش، أو أمة تملك كل هذا الإرث وتملك كل هذا الرصيد من الانتصارات والفتوحات والامتداد والسيادة والقيادة والكرامة والخيرية والتاريخ الذهبي المزهر، التاريخ الناصع الذي كتب بأحرف الذهب على صفحات التاريخ وجبين الزمان، أو أمة تملك كل هذا الرصيد يصير حالها إلى ما هي عليه الآن، أو أمة تملك كل هذا الامتداد في حاضرها وكل هذا الاتساع في مساحاتها وكل هذا العدد في أبنائها، أو تصل إلى ما وصلت إليه؟ إنه لأمر عجيب. أمة قائدها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهاجها كتاب الله القرآن العظيم الذي هو سر الحياة وإكسير العزة والانتصار. كيف أمة يقودها محمد عليه الصلاة والسلام ويسوسها كتاب الله المنزل من السماء، كيف تضيع؟ كيف تتبدد؟ كيف تتمزق؟ كيف تذل؟ أمة تملك في خصائصها قابلية التغيير السريع نحو الخير، وتملك طاقة للصعود نحو الأوج، وهذا ما نراه من خلال إشارات واضحة من أبنائها. إننا نملك خصائص لا يملكها الآخرون أيها الأحبة. إن أبناء هذه الأمة يولدون وهم يحملون مورثات الأسلاف، وهم يحملون الجينات، جينات الأجداد، وهم يحملون سرا من أسرار الله، دائما مرتبط بلا إله إلا الله. فكل من يحمل لا إله إلا الله يحمل هذا السر، إنه خزان طاقة، إنه خزان قوة بين جنبيك، بين جوانحك، إنه الاستعداد عبر الخصائص والجينات والمورثات لأن يجري تغير سريع وتبدل سريع ونهوض سريع وارتقاء سريع. فتملك كل هذه الخصائص، فما بالها هذه الأمة لا تعجل زمن نصرها وتنهي عهد ذلها؟ ما بالها لا تمزق صفحات ذلها وتبدأ بتسطير صفحات عزها؟ ما بالها لا تنهي عهد الانقسام والافتراق والتنازع وتصوغ للبشرية صورة من ألق عجيب في الوحدة والاعتصام والتماسك؟ لماذا؟ ما الذي يمنع؟ إنه نحن لم نشعل بعد فتيل الإرادة، لم نضغط بعد على زناد الهمة، لم نرد بعد حقيقة التغيير، ما زلنا كلنا متفرجون. وأعجب أننا رضينا بأن نكون متفرجين. متى سنصعد إلى المسرح ونأخذ الدور الفاعل؟ متى سنتحول من متفرج على ما يجري في ساحة الأمة، على مسرح الأمة، إلى صاعد على المسرح وأن يأخذ دوره الفاعل ودوره الجاد؟ القضية داخلية يا سادة، القضية بين جوانحنا، القضية داخلية. وما أحد يملك تغييرك إلا أنت. لو صرخ فيك الأنبياء، ولو هتف بك الرسل، ولو ناداك المصلحون والخطباء والوعاظ ليل نهار، إن لم يقدح الزناد من داخلك بيدك، وإن لم يشعل الفتيل بين جوانحك بإرادتك، فستبقى جسدا يراقب وشخصا يتفرج، ثم تعود إلى نمطية الحياة التقليدية دون أن يتغير أو يتبدل فيك شيء. يا عباد الله،
أتدرون ما هي آخر صفحات المؤامرة التي كشف شيء من أسرارها وتسربت من أدراج أعداء هذه الأمة، أدراج الأمريكان واليهود؟ أتدرون ما هي؟ إنها ما يسمونها سياسة الفوضى الخلاقة. هذه آخر صفحة التآمر خرجوا بها علينا، الفوضى الخلاقة. تقول الصفحة التي من الذي سربها؟ ليس أنا وأنت، سربتها الجارديان، صحيفة الجارديان، ونشرت فصولا منها أن هناك مخطط للمنطقة، لمنطقة الشرق الأوسط، والآن منطقة الالتهاب، لبنان، فلسطين، سوريا، العراق والدائرة المحيطة بها. الآن يطبقون علينا تجارب، نحن حقل تجارب، نحن فئران تجارب بنظرهم، يطبق علينا التجارب بدءا من تجربة أسلحتهم الفتاكة، عم يجربونها في العراق وفلسطين، إلى تجريب نظرياتهم السياسية ثم الفكرية ثم الأخلاقية، يجربونها علينا أيها الأحبة. آخرها قال نظرية الفوضى الخلاقة التي يجب أن تعمل عملها في المنطقة. يجهزون لها كوادر، يعدون لها فضائيات، يصنعون لها عملاء حملة، ويهيئون لها مساحات في قلب كل بلد ثم ينشرونها. ما هي الفوضى الخلاقة؟ قال يجب أن يمزق النسيج الاجتماعي في كل بلدة، في كل قطر، في كل دولة، إلى المواد الأولية. كيف يعني؟ يعني ما من بلد، ما من قطر إلا وهو نسيج اجتماعي مشكل من خلال أطياف. هذه الأطياف سواء كانت دينية أو سواء كانت عرقية أو سواء كانت فكرية، عرقية أو دينية أو فكرية. قال يجب أن نحلل النسيج الاجتماعي الواحد في كل بلد إلى مكوناته الأساسية، فنمزقه فتحدث حالة صراع ما بين الأطياف الدينية وما بين الأطياف العرقية وما بين الأطياف الفكرية، ونغذي حالة الصراع بين هذه الأطياف، ثم نأتي إلى كل طيف فيمزق إلى مواد أولية. يعني المجتمع السوري مثلا يكون من أطياف مسلمة وأطياف مسيحية، فيأتون فيوجدوا حالة تصارع عبر افتعال فتن ومشكلات من كلا الطرفين، فيجري صراع إسلامي مسيحي، ثم يأتوا إلى الإسلام فهو مكون من سني وشيعي، فيحدثون حالة فتنة حتى يجري صراع بين السنة والشيعة، ثم يأتوا إلى السنة فيرون أنها من تيارات صوفية وتيارات سلفية وتيارات دعوية فيفرقونها ويوجدوا حالة صراع، ثم يأتوا إلى الصوفية فيرونها طرق رفاعية وشاذلية ونقشبندية وقادرية ودسوقية وبدوية فيوجدوا حالة الصراع فيمزقونها، ثم يأتوا إلى الطريقة الواحدة تتعدد مشاربها بتعدد الشيوخ فيوجدوا حالة تصارع ونزاع فيما بينهم، ينتقلوا إلى الحالة العرقية فيجد هناك عربا وأكرادا وتركمان وشركس وغيرهم فيمزقونهم ويوجدوا حالة صراع وتنازع فيما بينهم، وتجري حالة عصبية أيها الأحبة، ثم يأتوا إلى الأكراد فيمزقوهم كجماعات وتيارات وأحزاب، والعرب كذلك كمناطق وقبائل وعشائر فيتمزقون، ثم يأتوا إلى الحالة الفكرية فهناك العلمانيون وهناك المتدينون وهناك الحداثيون وهناك التنويريون وهناك المستغربون، فيمزقوا أو يحركوا التيارات الفكرية ضد بعضها عبر شاشات الإعلام وصفحات الجرائد والمجلات، إلى أن يقوم في منطقتنا شيء سمى الفوضى الخلاقة. يا سادتي أقسم لكم بالله، هذا الذي أتحدثه لكم ليس رواية وليس حكاية، إنها المرحلة التي تعيشونها أنتم وسينفذونها عليكم. يا عباد الله، يا إخوتي، إن دور المنبر هذا الذي نصعد عليه، نحن مؤتمنون بأمانة الله، والله إني قادر لأن أصعد على أعواد هذا المنبر وأجعل عيونكم تدمع وقلوبكم تخشع
وأحدثكم عن غرائب الحكاية والقصص، وأضعكم في حالة من انعدام الوزن وأنتم تعيشون حالة تهويل وحالة خيال. إني قادر على مثل هذا، قادر على آتي لكم بحكاية من الماضي تحرك مشاعركم وتدغدغ عواطفكم، وقادر على أن أستجلب لكم صورا من الغيب تجعلكم في حالة استغراب واندهاش، تخرجون وأنتم يحدث بعضكم بعضا، ولكن أكون قد خدعتكم وأكون قد غششتكم. كيف يمكن لي أن أحكي حكاية لإنسان وسكين الجزار على عنقه ستجزها وتقطعها؟ كيف أهدهد أبناءنا وصغارنا بالحكاية والقصص وهناك من يسكب البنزين حول غرف نومهم لإشعالها وإحراقها؟ كيف أشغلنكم بالغيب وأنتم في عالم الشهادة تدمرون تحرقون تجتثون تبادون؟ كيف إن طرح القضايا الهامشية أو الغيبية أو ما فوق السماء أو ما تحت الأرض أو القصص أو الحكاية في وسع أي إنسان، وإني لفارس هذا الميدان وإني لا أملك زمام وناصية اللغة، ولكن أكون قد غششت. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد أعواد منبره كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، أي يحذرهم من أعدائهم، من مؤامرات المنافقين، من دسائس المخاتلين، من كيد وحقد الأعداء الخبثاء من اليهود والنصارى من الروم والفرس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة، كان يقول صبحكم ومساكم، أي العدو، أي انتبهوا، أي افهموا، أي انهضوا، فلا يمكن أن نعطي رسالة المنبر من أجل أن ترضى أفكار القاصرين أو تقنع عقول غير المهتمين والمبالين الذين يأتون إلى الصلاة وهم يتسحبون في نص الخطبة، يأتون وكأنها فض حتب، يأتون وكأنها حمل على أكتافهم، يريدون أن يؤدوا العشر دقائق ويعودوا إلى ماذا؟ إلى ذلهم، إلى ما هم فيه، إلى التيه الذي نعيش، إلى المؤامرة التي نحيا. يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، لو وقفنا ليل نهار نصلي ونركع ونسجد، لو أدينا كل الطقوس العبادية، لو سحبنا الأذكار والأوراد وقرأنا الختم والمصاحف، ويم الله، ويم الله إن لم يأخذ كل منا دوره في الذود عن حرمات الأمة وفي الدفاع عن عقيدتها ودينها وأرضها وعرضها، وأن نفكر بتحرير المقدس وبتطهير ما أخذ منا من أرض ومقدسات، فنحن على لا شيء، نحن على لا شيء، نحن على لا شيء، صدقوني نحن على لا شيء. اسمع إلى هذا الحديث المخيف، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقال له ما فعلت في الدنيا؟ فيقال يا رب صليت كذا. هذا ليس كلامي، هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يقول له ما فعلت، ما فعلت في الدنيا؟ يقول يا رب صليت كذا وصمت كذا وأنفقت كذا وحججت كذا. فيقول الله عز وجل لهذا العبد هل واليت في أحدا؟ هل عاديت في أحدا؟ هل أحببت في أحدا؟ هل أبغضت في أحدا؟ فيقول لا. فيقول خذوه إلى النار، خذوه إلى النار. أستغرب، أستغرب، كيف يملك أحدكم أن يعود إلى بيته فيضع صنوف الطعام يأكلها بلذة وأطفال فلسطين في العراء يقتلون على الحواجز، يموتون في أكواخ التنك، يموتون في الأكواخ الأوكار التي يعيشون بها وتسمى منازل؟ كيف يستطيع أحدنا أن يضع رأسه على الوسادة فينام هانئا قريرا على الحرير والديباج والفرش الوثيرة، وأبناء العراق، ثلاث مناطق في العراق الحديثة والصينية ومنطقة أخرى
محاصرة حصارا تاما منذ أكثر من شهر، لا ماء ولا طعام ولا كهرباء، يموت أطفالها من الجوع وانعدام الدواء والحليب. الآن يقتل أبناؤنا كل يوم 400 أو 500 قتيل في الشوارع في العراق، بيد من؟ بيد عصابات الموساد والCIA، بيد الحاقدين الموتورين الذين يمتصون دماء إخوانكم، وضعوكم على الدور فدماؤكم طازجة أنتم أيضا. كيف نهنأ؟ كيف ننام؟ ليت أن الأمر في قارة أخرى أو في كوكب آخر أو في عالم بعيد عنا، إنه على أطرافنا، فلسطين ولبنان والعراق، ذبح وإبادة وقتل وتجويع وحصار. انظروا ماذا يجري، ألا تسمعون؟ أم أننا مللنا حتى أن نتابع أخبار الأمة، وشغلتنا قنوات الفيديو كليب وقنوات العهر والمسلسلات والطيه والضياع، حتى بلغنا أن البعض قال ما عاد يتحمل أن يتابع أخبار؟ إذن وين؟ ماذا تتابع؟ قالوا تابعي فيديو كليب أسلي نفسي فيه. يا عباد الله، الذي أحدثكم عنه جنة ونار، الذي أحدثك عنه وموقعك يوم القيامة بين يدي الله، الذي أحدثك عنه ومصيرك في الدنيا والآخرة، فصدقني يا أخي، صدقني إني أحبك، صدقني إني أحبك، صدقني إني أريد لك الخير، صدقني إني أريد نجاتك، صدقني إني أصدقك لا أصدقك. والله ثم والله ثم والله، ما أسهلها تلك الحالة الدينية أو المشيخية أو الوعظية التي تبرر للناس أفعالهم وتبشرهم بالجنة وتعطيهم صك الغفران تحت الآباط، والأغنياء والفقراء كلهم راض ومسرور، ويعطوا الفتاوى المجانية والبشارات بالدولارات إلا بالريالات إلا بالليرات، يعطوا أنتم على خير، أنتم ناجون، يا سيدنا أنتم طيبون، على الجنة مباشر، أنتم محسوبين على فلان، أنتم. هذا خداع، هذا خداع، هذا ارتزاق بالدين، هذا ارتزاق بالدين، هذا تعمية لعباد الله وتضليل لمن أخذ عليه حق الأمانة، حق البيان، حق البلاغ، يبينونه ولا يكتمونه أبدا. من كتم علما، من كتم حقا، ألجم بلجام من النار يوم القيامة، والساكت عن الحق شيطان أخرس. يا عباد الله، فلذلك هيا يا إخوتي، هيا تعالوا، سألتكم بالله، تعالوا نشعل الفتيل، تعالوا نضغط على الزناد في داخلنا، زناد الإرادة والطاقة، تعالوا نكشف لأعدائنا أي مورثات وخصائص نحمل نحن، تعالوا نبدأ بتغيير في أنفسنا، في أسرنا، في أعمالنا، في مدارسنا، في شوارعنا، في أسواقنا، تعالوا نحمل فكرا جديدا وحلما جديدا وهدفا عظيما كبيرا، تعالوا نغير تصوراتنا ومفاهيمنا، ونكون عبادا لله إخوانا، ونعمل تحت مظلة وحي السماء لما فيه خير البلاد والعباد. تعالوا نأخذ أدوارنا ونسد ثغورنا، تعالوا تدمع أعيننا وترفع أكفنا وتلهج ألسنتنا وتثق قلوبنا وتتحرك جوارحنا لكي يرضى الله. تعالوا نناصر إخواننا في فلسطين والعراق ولبنان، نناصرهم بدمعة، بدعوة، بدرهم، بنداء، ببكاء، بحركة، بفعل. تعالوا، ويا أيتها النخب المثقفة، أمامك 1000 مجال ومجال لكي تؤدي دورك في الذود عن هوية الأمة، في الذود عن حمى الأمة، في تأكيد قضية الأمة وإبرازها. عليكم بشبكات الأنترنت، عليكم بوسائل الأعلام، عليكم بصفحات الجرائد، عليكم بتشكيل المنتديات الوطنية التي تحمل هم الأمة وجراحها، وترد هذه المؤامرة وتكشف زيفها وكذبها. تعالوا نرص صفوفنا، تعالوا نجمع طاقاتنا، تعالوا ننهض قبل فوات الأوان، تعالوا نصنع لنا في الدنيا نصرا وعزا وكرامة، حتى يصنع لنا في الآخرة مكانا في فراديس ربي الأعلى. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه.